متابعينا، قبل لا تبدا الحلقه بقول لكم شيء، لو تنسون تشتركون في القناه اول شيء، وبعدين تسوون لنا شير، وعقب تسوون لنا لايك، ترى اذا ما سويته بقول حق امي. شوفي يما، من صدقك ما عجبك؟ انا قلت لك لا. واللي سلمت يما، انا وايد حبيت هاي القطعه. انا قلت لك مو عاجبني وانت تدرين. ها اقنعت امك؟ بعدك ايش تبين؟ تعال البيت. انزين باي لحظه بعد سيج، قلت لك تعال بسرعه. زين باي ابو سالم. سم خليك في المحل وحط بالك على الزباين. سرعه. حاضر، انت تامر امر. ها ايش في الحلوه زعلانه؟ في خلق عاجبني ومو براضي اشتري. ليش يبا ليش؟ اكيد بعتيج الزطي ما نزل لكم السعر، لكن انا بكلمي اذا تبون. السالفه مو كذي، انا قلت لها ما يناسبها ومو حلو. ليش يبا ليش؟ انتوا كل شيء يناسب لكم. صج؟ اي والله صج. تفضلوا تفضلوا حياكم. تفضلوا تفضل. اعوذ بالله من هالوقفه. دش. اول حلفه انك ما بتطقيني. قلت لك دش، صك الباب لا اطلع لك. سترك يا رب يا رب سترك عن الفضايح. انت شنو من ريال؟ انت شنو من ادمي؟ ليش؟ انا سويت لك؟ اسوي روحك ما تدري، اسوي روحك مسكين بريء. اوه تحب تحكين ولا لا؟ انت اللي تحكى. من هي هاي مسوده الوجه اللي جايه تخطبك وجايبه امها عشان تقتنع فيك؟ اوه لا 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 يا معتيج، انت اكيد ينيتي يا معتيج. هذه مو بجاي تخطبني، هذه اللي جاي تشتري خلق. لا يا عيوني، هالحكي ما يمشي علي. اوف انا ابغى اعرف كل الريايل مبتلين كذي مثلي ولا بس انا؟ ما عليك من الريايل، قل لي من هي هذه؟ تدرين لو كل الريايل عايشين هالعيش السوداء هذه مع زوجاتهم، صدقيني لا ازوجهم كلهم على حسابي واخذ فيهم الاجر. ايش قلت؟ بشر عطني الاخبار. هالحملونه صاير كنا سيبال، يناقز من مكان لمكان، وانا بس هداني وراه من داعوس لداعوس ومن داعوس لداعوس. مصباح هذه حمدان مو بميسة تتوقف لها في الدواعيس. ابيك تبطل عينك ومخك عدل. انا عطيت دهمان كلمة وكلمتي ما تنزل الارض. عفا عليك اعتمد. وانا ملاحظ حمدانو لحركة غريبة عند بيت من البيوت، خلني اتأكد واجيب لك الخبر اليقين. يلا قوم ايش تنطر؟ ان شاء الله. هذا انا اقول لكم من الحين، حاسبوا على ريالكم، بطلوا عيونكم واذاينكم. بعتيج قال لي انه بيزوج الريايل كلهم. معقوله؟ حتى ابو حمدان؟ لا يا حبيبتي، رايلي مستحيل يسويها. تعالي انت، ترى وايد ماخذه مقلب في رايلك ذي ابو حمدان. ابو حمدان ابو حمدان حبيبتي، ابو حمدان ريال مثل كل الريايل وما يختلف عنهم، والله يعني فوق راسه وريشه. وزيدك من الشعر بيت، والحين النسوان هم اللي يروحون يخطبون الريايل. يا كبرها عند الله، يا كبرها عند الله. أصلا ذيك المرة يمكن في بيت نور الحفافة، تخيلوا ريالها ما رضت تشتري ولا عطر المسكينة، ويقول ما عندي قروش. ويوم رحت بيت مرته الثانية شرى لها 3 عطور بدل واحد. شفتوا؟ عشان تصدقوني اللي أقول لكم. شو بنسوي يا معتيج؟ ما نقدر نسوي شيء. نقدر ونص، احنا لازم نوقف لهم بالمرصاد عشان نحمي نفسنا. مثل ما قلتي الموضوع زاد عن حده، واحنا لمتن بنتم ساكتين على هالمعامله؟ لازم تكون لنا كلمه. وش بنسوي يعني؟ انا في بالي خطه، انتوا لازم تحطون يدكم في يدي ونخبر نسوان المدينه. يدنا في يدك يا معتيج.
بس هذه يبي لها قلب. خلاص انت فصلي واحنا نلبس. صباح الخير. صباح النور. ما تدري الورد ايش كثر فرحني. حياك. شلونك ليلى؟ كذب عليك إذا قلت لك أنا بخير. ليلى اسمعيني، الوقت بيمر إن شاء الله وكل شيء بيرجع مثل ما كان، أنا متأكد. كل يوم يمر أقول مشكلة بتصغر، كل يوم أكتشف بالعكس إن المشكلة قاعد تكبر. الوضع وايد معقد وأنا ما أعرف شنو أسوي. ليلى ليلى طالعيني. ما أقدر حمدان. أبيك تعرفين إن أنا واقف معاك مهما يصير، لا تحاتين، أنا معاك. ما أعرف شنو كنت بسوي بدونك. وقفتك معاي وايد قاعدة تهون علي اللي قاعد يصير. ليلى أنا هني لك علشانك. يبا 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 وحطوبة. انت صج بتعرس على امي؟ شايب هالحكي الحين؟ بعدين انا مو بغبي، العاقل يغلط مره في حياته وبس. ايش قلت؟ قلت اللي قلته، ايش بتسوين؟ شنو بسوي ها؟ هناك ها؟ احنا بنعلمك ايش بنسوي فيك يا جليل الحياة. تستقوي على مرة؟ هذا اللي قاصر، بنقف لحيتك وباكلك اياها. احنا واقفين لكم بالمرصاد ويانا وياك، ها تغلط ولا تسوي شيء؟ ما تتحكي مع ولا مره في المدينه، سمعتني ولا لا؟ وهالخشم بنقفه واحطه بين اذونك وبتشوف. هالخشم انا ما احكيها. يا المغاسر تشلعون، تحملت هوش صوب النسوان، سمعتني؟ بنعفس لك الدكان حدر فوق ونطقك طق. وين؟ ويا هالعيون الفقاعيه لا يكون الشغل صبها مني ولا مني وطالع الحريم. يا ويلك والله انقف ولك نقف انقفها من مكانها. وتنزل راسك من تشوف واحنا طايفه، سمعت؟ وين رفع صوتك علينا؟ بطلنا عيونك الثنتين. ايوه وانت يا ابه اما خليت تنطق ما نكون احنا كلنا نسوان الفريق. ما يصير يا بنت الحلال،
الزوليه صارت قديمه ما يصير ترجعينها عقب شهر. اكجرتي عقب يومين رجعت لك. هاي هاي اذا انت قلتيها عقب يومين مو عقب شهر. مو بشهر 29 يوم بس. اوه هل بتذبحني ناقص عمر؟ انت تصرخ علي؟ اوقف الزم حدودك يا ابو لولوه ولا تعلي صوتك. تحمل يرتفع صوتك على مره ترى ما تلوم الا نفسك. انا هني اقول لك ولا يكون ترفع صوتك على واحده من النسوان لا تلوم الا نفسك ترى. هذه اخر مره واعتبرها انذار لك من عندنا. يبا انا اقول اسمع الكلام. كل شيء ولام عبد الله. 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 معقوله هالسالفه؟ معقول يصير فينا كذي؟ انا اقول يا ودون سوانكم ما يصير كذي ذبحتوني. انا اللي ابي اعرفه شيء واحد، انتوا ايش سويتوا في نسوانكم عشان يوصلون لهالمرحله؟ كلمني بعتيج ومن ورا راسه هو اللي هدد زوجته وقال بيزوج كل الرياين. حتى هالكلمه هذه نخاف نقولها. تستاهلون تهددونهم وتبونهم يسكتون. اي بس عاد مو بكذي صرنا نخاف منهم. انا من اسمع الصوفره انخشيت في اي زرنوق حتى لا مالي شغل. يا جماعه لازم نحط حد لهالمهزله هذه. ايه بس ذلين نسوان شو قدرنا عليهم؟ الا نقدر عليهم ونص. نسوان يحطون روسهم بروسنا. طب الله تعالوا تعالوا وين رايحين؟ عمي شكله مسخرهم نسوانهم. روح جابر شغلك روح روح. مسوي روحك ذكي وطالع فيها. زين ما نطلق عرج خلي نطلع حمدان علشان نصيد زبيدة. لا تشوف منك شيء ولا من صاحبك. طال عمرك أنا ما طلبت منك أنك تكلف مصباح إلا لأني أعرفه. أعطى شوية وقت خلي نشوف. جابر بغيتك شوي. إيش تبغي منه؟ أبي أقول له آخر الأخبار عن حمدان. غرد كلنا نسمعك. طول الفترة اللي كنت ألاحق فيها حمدان ما قدرت أوصل حق شيء. ما قدرت توصل حق شيء لأنك غبي. هذا هو هذا الذكي اللي معتمد عليه ويدل كل داعوس المدينة. الظاهر ان حمدان عارف لكم ومتوقع كل تحركاتكم. عيل خلنا نفكر في طريقة ثانية نقدر من خلالها نصيد زبيدة. زبيدة لازم تنصاد حاليا. خليك وراه لي ما نحصل حل وخذ وياك كم واحد من الصبيان. ان شاء الله امرك. وانا بتابع الموضوع اول باول. بتابع الموضوع اول باول بس حاسب ليغويك حمدان. حمدان وين العشاء؟ اليوم ما سويت عشاء. شلون؟ ما سويتي عشاء؟ يعني من الصبح للمغرب قاعد الحين ما سويتي عشاء؟ عشاء تسوين؟ ابو حمدان لا تقعد تعور راسي انا بروحي تعبانه. ابي افهم فهميني ريالي جاي من الشغل تعبان يبي تعشى ما سويتي عشاء ليش؟ وانا بعد تعبانه طول اليوم قاعد اشتغل على هالحنه.
سوى الحنة، الحنة شو يبيله؟ خلطة ماي وحنة. لا والله الحنة بس، حنة وماي. عن شنو؟ لكن تدري من يوم ورايح انت سوي الحنة وبوتشوف. حمدان حمدان صدق شبيله يعني حنة وماي. رقيه رقيه. نعم ايش تبي؟ ايش فيك تصارخ؟ حطي لي لقمة اكلها نجبي العشاء. انا وبنتك تعشينا، واذا انت يوعان سولك بروحك. ومن اليوم ورايح كل واحد يخدم نفسه بنفسه. ايش هالحكي اللي تقولينه؟ ليش ان شاء الله لا يكون احد من الحريم فارمخيك؟ سمعيني زين، شغل الحريم هذا ما يمشي عندي. اسمع انت يا عيوني، اسمعني زين، انا ما حد يفرمخي وعندي مسؤوليات جديده ابي اتفرق لها، مشغوله وما عندي وقت حق غيري. مسؤوليات؟ من كثر اراضيك، من كثر بيوتك، انت راس مالك هالغدا وهالعشاء اللي تسوينه، وبعدين فراره من بيت لبيت. اقول قومي جيبي لي لقمه، انا تعبان وخليني اروح انخمد. انت حبيبي طول اليوم مقعد في هالقهوة والطالع الرايح والياي، وطول عمرك هذا انت التناشور، ولين جيت البيت سويت روحك انك تعبان. انت لو تقعدين في المحل يوم واحد ويا هالزباين كانت هنين. سلامتك، انت في شغلك في هذا المحل مي ربع شغلي، انا في البيت انا وبنتي لولوة اللي في الحر شايلة هالعطور من بيت لبيت. أنا مستعد أقوم بشغل البيت، وهالعطور اللي تقولين عنها أنا مستعد أبيع فيها، بس أقول ليش خلك تقعدين يوم واحد ويا هالزباين في المحل؟ إيه ليش ما أقعد؟ إلا أقعد ونص، ومن اليوم وساير أنت تقعد هني في مكاني وأنا أقعد في المحل. السلام عليكم. عليكم السلام. تبين عطر؟ اي ابي، شلون ما ابي؟ هاش اختاري. ابي اي دت شيء واحلى شيء عندك. احلى شيء عندي هذه. اي والله حلو، بس عاد هذه ما يصلح حق الصبح. شنو؟ لا يعني اقصد ابي شيء عطر اول ما اقعد من النوم وانا رايحه السوق. ها حبيبتي عجبتك؟ وايد حلوة، نفس اللي في بالي. عيال حبيبتي اخذيها ولا ترددين. انزين بكم؟ لحظة عمري بعشرين قرش. وايد بعشرين؟ بخمستعش. لا عيوني بعشرين قرش. خلاص بعشرين بعشرين. انزين واللي يسلم عمرك ملولوة لا تأخرين على التوصيلة، ترى اليوم بيوني ضيوف. واه شلون؟ يعني تبيني انا اللي اشيلها؟ وليش ما تشيلينها انتي؟ ناقصة رير ولا يد؟ انا ما اقدر اشيلها. وانا بعد يا حبيبتي ما اقدر اشيلها. ها علي، اذا انت ما تقدرين ليش تشتغلين؟ كابو لولوة دوم هو اللي وصل لنا الزل. سمعي حبيبتي، من اليوم وساير انا راعية المحل مو بلولوة، وقانوني يقول اللي يشتري شيء يشيله هو بروحه. عيال تدرين شلون؟ ما نشاريه من محلك، من حلاته عاد. ويه خلاص عيوني مو بايعين، صك السوق. ها والله. ها ايش رايك؟ حبيبتي بغيت من هاي القطعة 4 ذراع. وانا من عندي لا تزود بعد. معتج معتج. سمحي لي برجع لك. أم عتيج! إيش تبي؟ أنت إيش قاعد تسوين يا مرة؟ على كيفك تعطينها زود؟ أنت تبين تخلصين قروشي؟ أنت من بدل وقفتك البطالية روح السوق اشتر ماكلة واطبخ، فهمت؟
سامحيني حبيبتي، تأمرين على شيء؟ اي، وين الحرير اللؤلؤ اللي طلبته؟ ان شاء الله. عتيج؟ عتيجة؟ هلا يمه. شوفي يمه، عاد اليوم احنا متبادلين، لا تشغليني وتكرفيني انت بعد. يمه، وين حرير اللؤلؤي؟ الحرير اللؤلؤي اليوم وصلك وفي الفرضة. تفضلي حبيبتي. والحرير تستلمينه من الفرضة. أنا أروح أخذها من الفرضة؟ عيل أنا؟ يمه إيش فيك؟ أنت لازم تروحين تجيبينهم من الفرضة وتجيبينهم هنين معك وتبيعينهم. كذي أنا وأبوي كنا نسوي. وي كل ذيك أنتوا تسوونه؟ يمه شغل وايد، أنت إيش عبالك عيل؟ معتيج بتجيبين القطعة ولا شلون؟ لا يا عيوني، من اليوم ورايح هالقطعة مو متوفرة عندي في المحل. تدرين شلون؟ ما ابي من عندكم شيء. تعالي. ام عتيج خلك في شغلك. في محتاره ما اعرف شو اختار. اختاري اي واحد وخلاص. انت شو تشور علي؟ ايش رايك في ذي اللي على ورد؟ خفيف. لا 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 كلش مو عجبني، مو مقتنعه. عيل اخذي هذه مسك الغزال. تدري شلون؟ بس دقيقة عطني بدش داخل بستشير رايلي وبويك. دقيقة. أوف. أمينة، أمينة حبيبتي، تعالي يما، تعالي ساعديني. يما سمحي لي، أنا تعبانة وايد. بس يما الحديد مو راضي يتشكل. تعالي يما تعالي. يما هذه لازم تسخنينه. سخني يما شوي شوي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يما. هاي يما استوى. يما العيش ما يستوي بهالسرعة، تبين الحديد يستوي؟ يلا زين يلا 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 قوتش الله. شوفوا يا يما عاد يمكن استوى. أمينة صبري يما صبري بيستوي. كشحان. هاي يبا ناديتني. تعال يا ولدي تعال. ايش فيك صاير؟ مع هالحنة اللي مو براضين عين. طالع يبا ذي ما تنعين كذي. لازم تعينها باليد. يا اي انا بسوي لك، انا بسوي لك، انا عارف يبا مو كذي مو كذي يبا. شوف تاخذ ذي كلها عشان كذي تستوي شغل عدل. شوفها شلون صارت هميكه. راح تشوف عند الباب يبا. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ابوي. حنتي جاهزه؟ اي جاهزه جاهزه. حياك حياك. شنو ذي؟ هذه مو بحنه، هذه لوعه. ايش فيك انت؟ هذه الحنه شغل عادل. بقول لك انت حطيها على شعرك جربيها، شرط لك بتدحين لنا ليل ونهار. كشحونه هذه انت توك مسويها، والحنه يبي لها يوم كامل بعدين نقدر نستخدمها. انزل برشك وقلتي خلي عندك يوم كامل بعدين حطيها على شعرك، ما يبي لها شيء بعد. ما يبي لها شيء. وش لكم تشتغلون في شيء ما تعرفونه؟ هاكم لو على الله كبتكم. كشحون امك ما علمتني عدل. وعد يبا ممشي احنا كل على خدك. مو مني مو مني. وعد كشحنو استفويت. يلا يا مرة عطلتينا. ها بشري اخترت العطر. تصدق لا ما عجبني، ورني من البداية بوشم. أوفي من البداية بموت أنا. هذي بأربع قروش وذي بس بقرشين، أما ذي بس بقرش واحد. السلام عليكم. عليكم السلام عمر. كم البصل اليوم؟ ولا أقول لك بس أعطيني بصلة واحدة كذي نقي لي واحدة صغيرة على قدنا على قدنا. ما نبيع بالواحدة. أنا ما بلقى صلاة واحدة، شلون يعني؟
وانت بتشتري والله شلون؟ زين اعطيني كم بصلة؟ جفيرك وينه؟ ما عندي، انت اعطيني بقرشين. بل بس انا بشيله ماني انا. بس فيها اعطيني نصها. عاد اقول لك من تطلقت الله وكيلك رايلها ما صدق خبر، مو تعطل شهر بس وتزوج. عاد قول لي تزوج مين؟ مين؟ حفصوم مو غيرها بنت يرونهم صدق الريايل مو منهم امان. صح صح. وي ما دريت عن سوروم قذله. ايش فيها بعد سوروم؟ وي اقول لك طقت رايلها طق لكنه يستاهل، الريايل يبي لهم طق. الحين انت اخترت العطر اللي تبينه. شوف انا ما علي من احد، خلنا في المهم، انا بسألك سارو شنو شرط من عندك؟ لا رحت لسارو ولا ابو سارو ولا ام سارو ما شفتها انا من الصبح من راس عندك هني، تبي تشرين عطر ولا لا؟ انت دوم كذي تعاملك مع الزباين، يا اخي ما نبي نشتري من عندك شيء، يول! هاي هاي! دهمان خذ اخر نكته، حمدانو كشحانو يبون يزورون نعمان في السجن. ايش رايك نلفهم؟ لا خلهم. ها دهمان. عيون دهمان لك يومين ما عجبني، في شيء شغل بالك؟ لا 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 تعطين لا تعطين، ما في أي شيء. في شيء صاير في المدينة مضايقك؟ إيه بس ما أبغي أشغل بالك بهالسوالف، كل شيء بينحل وأنت جالسة. بس أنا أبي أعرف إيش قاعد يصير. الصبيان الأغبياء مصباح وجابر ولا واحد فيهم قادر يجيب لي زوجة نعمان. الحين انتم ما هديتوا حمدان عشان تحصلونها؟ على اساس بس خطط جابر ما تسوى قرش. حمدان وايد وايد اذكى من الاغبياء اللي عندي. دهمان خلي الصبيان اللي عندك يبون لي ذيك البنت اللي تبيع عطور اللي جتني في العيد. بو صدق ايام ايام. لا لا بابا بقول لك حمدانو ما وحشك المكان اصلا، ما مداك تنساها. سولف ذي قصر حسين. بوي 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 طالع هذه اللي الحين هني حمدانو الله يهداك، كان قلت لي انه هو لحم في السجن كان يبنوا له اكل من البيت على الاقل. روح روح ويلي سوي رحمه ما يعرفني قبل احنا هني بالسجن يمكن شيطان. ها شحانو هلا عمي شلونك طمني عليك؟ الحمد لله انا بخير، انتو شلونكم؟ طمنوني على الاهل بنتي زوجتي شلونهم؟ لا تحاتي عمي انا كل يوم ازورهم واطمن عليهم. لا تحاتي شيء ما شاء الله ما خذ راحته عاد قصدي زورهم. الحمد لله حمدان يبا انت هالايام لازم تاخذ بالك على روحك. عمي لا تحاتي انا حط بالي على روحي عدل وما اخذ كل احتياطاتي. زين طمنوني المدينه شلونها؟ اهالي المدينه شلونهم؟ واو لاي المدينه صايره لويه عفيسه، اقول لك المدينه صايره سبحلله. شلون؟ ايش صاير؟ كشحان ايش فيك بعد وسال مولاي انا لازم اجاوب، انت كل تشلشمني تشلشمني خلنا تحكي يا مولاي. كشحان طمني يبا ايش صاير؟ انتو خاشين عني شيء؟ مولاي انا بقول لك بيني وبينك في المدينة الريايل خذوا أشقال النسوان والنسوان خذوا أشقال الريايل وصايرة مذبحة بينهم مذبحة عدلة يعني متذبحين. زين خلكم خلكم شوي خلكم.
تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. طلبتيني؟ تفضلي استريحي. وينك يا لولو؟ من آخر مرة يتيني فيها قلتي بيك مرة ثانية، ومن حزتها ما شفتك. إيه، لأن خبرت صار علوية في المدينة، وأنا اليوم ما عندي عطور، أبوي خذوهم وقال هو اللي ببيع بدولي. ومن قال لك إن أنا أبيك تيين هني عشان أشتري منك عطور؟ ترى تقدرين تيين هني أي وقت تحبين. صدق؟ إيه، خبرك أنا بروحي هني. يوم كنت في المدينة اللي جيت منها كان عندي أهل، كان عندي صديقات، بس هني ما عندي أحد. ويا فعليت، لا تضايقين، أنا صديقتك. بس الظاهر أنت عندك صديقات وايد. لا وين، أنا ما عندي إلا أمون ولي. كملي لا تخافين، مو قلنا إحنا بنصير صديقات؟ وليلى اللي كانت هذه حجرتها، كنا دائما نتجمع هني ونسولف ويا بعض. انتي وليلى كنتوا قراب من بعض ها؟ لا يعني شوي، بس امون رفيجتها اكثر مني، مع ان انا صديقة امون قبل ما اصير صديقة ليلى. امينة؟ اي امينة. امينة تصير اخت حمدان، وحمدان خطيب ليلى. انزين؟ ايه، فكله احس بينهم اسرار وسوالف كذي ويخشونها عني. يمكن لان امينه تزور ليلى اكثر منك، تقعد معاها، تسولف معاها، تاخذ بخاطرها. انت متى اخر مره زرتي ليلى؟ بو من زمان. شفتي شلون؟ غلط منك. انتي لازم تروحين حق ليلى وايد، تقعدين معاها، تسولفين معاها، تقوين علاقتك فيها وتصيرين لها اقرب. بهالطريقه بتشيلين امينه وبتصيرين مكانها. تهجين؟ متاكده. يما درب درب. تفضلوا تفضلوا. حياك ما اقلط اقلط اقلط. حياك. بولولوة، شو تسوي هني؟ هاي هاي، انت شم يبيش هني؟ وعتيج؟ ما شاء الله عليك، هاد البيت يا معت النسوان؟ يا جماعة الخير، هذه رسالة كتبها الوالي عقب ما عرف شو اللي صاير في المدينة. فشلتونا قدامه، حتى وهو في السجن مفشلنا قدامه. اسمحون لي أقراها؟ تفضل تفضل تفضل. إلى أهل المدينة الكرام، وصلتني أخبار عن اللي صاير في المدينة. الأخبار تقول بأن النسوان خذوا شغل الريايل في المحلات، والريايل خذوا شغل النسوان، والطرفين يبون يساوون روحهم ببعض باستصغار بعض. للمساواة بين الرجل والمرأة أهمية ما يختلفون عليها اثنين، لكن مو بالطريقة هذه. ترى الموضوع مو عناد. هل معقولة
المرأة تشتغل في الحدادة مكان الريال، الشغلة اللي تتطلب مجهود عود، ولا معقولة الريال يشتغل بالشيء اللي مخصص حق المرأة، يسوي حنة مثلا. الله سبحانه وتعالى خلق المرأة والرجل جنسين مختلفين عن بعضهم، وباختلافهم يكملون بعض ويخلقون المساواة بينهم في الشراكة في بناء كيان الأسرة والمجتمع. تقبلوا تحياتي الوالي نعمان. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن أشوف ليلى؟ ليلى مو موجودة. وين راحت؟ بلا أسئلة زايدة، قلت لك ليلى مو موجودة. زين معلى برده إياها بعدين. مع السلامة. مع السلامة. حاسبي شوي هني. حاسبي ها شنو فيه؟ ما في شيء، بس اقول لك حاسبي يلا امشي بعد. ايش فيك خايفه؟ حمد الله خاف اطيح. ما بتطيحين انا وراك، لا تحاتين. يلا وصلنا؟ سرعي شوي. ما وصلنا؟ ايش فيك؟ ما عندك تخفيني، سرعي شوي. جربنا ترى. ها ايوه شوي بعد شوي، خطوه. يلا وصلنا؟ اي وصلنا. جاهزه؟ يلا يلا. ها ايش رايك؟ عجبتك المفاجأة؟ اخاف ما عجبتك. لا حمدان كل شيء عجبني، بس انت عارف يعني لو ضاع في المدينة وابوي واللي قاعد يصير. ليلى شنو؟ اعطيني يدك تفضلي. ليلى بسألك، شنو أسوأ شيء ممكن يصير إذا احنا طلعنا من الواقع؟ ما فهمت ايش تقصد. يعني أنا جايبك هني ما عشان أسمع منك هالكلام. المشاكل اللي نمر فيها لابد أنها تصير، إذا قلنا الحين مو بوقته وباكر مو بوقته، متى بيصير وقته؟ اللي أبي أقوله لك نحن لازم نطلع من الواقع علشان نقدر نعيش. بعدين بقول لك لا تخربين علي المفاجأة، هالشغلة الوالدة مسويتها لك. الله شكلها لذيذة. لا هذه بعد الحين ما جربتيها انت. شلونك زبيدة؟ جابر؟ متابعينا، أتمنى إن الحلقة عجبتكم، بس بعدها بوصيكم لا تنسون شير ولايك واشتركوا في القناة. يلا باي.